لرؤية أكثر تدقيقا وتفصيلا ينضم إلينا محمد الحوراني القيادي في حركة فتح من رام الله. بداية وبعد التحية، كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي اليومي وهذا التعنت الإسرائيلي الغاشم في قطاع غزة وما حدث بالأمس في مخيم جباليا؟ يعني هو استمرار خطير بكل ما تحمل كلمة معنى لسياسة دولة الاحتلال التي تقوم على استهداف المدنيين. وللأسف هذه المجازر، وهي مجازر بالفعل ترتكب بحق الأبرياء والمواطنين العاديين، النساء والأطفال والرجال، في ظل سكوت أو في ظل دعيني أقول موقف ضعيف من أطراف المجتمع الدولي التي لم تستطع حتى هذه اللحظة الضغط على إسرائيل وحتى على الإدارة الأمريكية التي لديها نفوذ كبير على حكومة نتنياهو لوقف هذا العدوان، لأنه كل ما يحصل في الواقع هو تجاوز لكل قوانين الحرب حسب القانون الدولي، وهو هجوم يستعمل القوة الباطشة والمجردة ضد شعب أعزل، ليس ليوم أو اثنين أو ثلاث. هذا اغتيال للمكان وللإنسان وللشجر ولكل شيء في قطاع غزة. هذه حرب ظالمة تستهدف بالأساس المدنيين، والمدنيين فقط رغم ما يقال طبعا، يقول الإعلام الإسرائيلي أنه استهدف أهداف لحماس. أي أهداف لحماس؟ المستهدف هو الأطفال، الناس الذين ضاقت حتى بهم المستشفيات وضاق بهم المكان. بالفعل الأولوية القصوى لوقف هذا العدوان الخطير على إنسان الفلسطيني في غزة. نعم، بالتأكيد يعني السيد سامح شكري وزير الخارجية أعرب عن ضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف الحرب وأيضا السبيل إلى الوصول إلى هدنة إنسانية تمهيدا للرجوع إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. كيف يمكن إجراء ذلك وسط هذا التصعيد الوحشي من جانب إسرائيل، ووسط أيضا بأنها ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الأممية وكل المظاهرات التي تتم أو صوت الشعب في العالم عبر المظاهرات التي تحدث في جميع عواصم العالم؟ أولا، المظاهرات التي تحصل في العالم هي تعبر عن أن فلسطين هي قلب الضمير الإنسان، وهي قضية العدالة الغائبة في هذا العالم. وعندما يخرج المواطنين في عواصم العالم في القارات الخمس، إنما هذا تعبير عن عدالة القضية وأحقية الفلسطينيين بالحرية والاستقلال. وهذا أيضا يظهر جوهر إسرائيل كدولة احتلال معزولة أكثر وأكثر على المستوى الشعبي في هذا العالم، وهذا سيكون له أثر كبير كبير جدا فيما بعد، فيما يتعلق بزاوية نظر جديدة إلى القضية الفلسطينية. المطلوب الآن من الحكومات الرسمية وتحديدا من الإدارة الأمريكية أن تأخذ موقفا أكثر عدلا من هذه الحرب المستعرة ضد شعبنا، وأن تضغط على حكومة نتنياهو، لأنه الأمر عندها باختصار. صحيح لها حلفاء مثل بريطانيا، فرنسا، أقصد إسرائيل، ولكن الموضوع عند الإدارة الأمريكية التي يجب أن تعيد في النظر في هذا الموضوع. الأمور إن يعني انزلقت إلى مزيد من التوسع فقد يدخل كل الإقليم في حرب تأكل الأخضر واليابس وتهدد بالفعل السلم العالمي. لذلك هناك مسؤولية على الإدارة الأمريكية أن تعيد النظر في سياساتها المنحازة لإسرائيل لهذا الحد، وتعمل على مسار جديد. لأن كيف يمكن أن تعمل على مسار جديد؟ الفلسطينيين لوحدهم وإن طلبوا، أو المصريين لوحدهم وإن طلبوا، أو الأردنيين حتى الآن لم تسمحهم الإدارة الأمريكية بشكل صحيح. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي منسق، أقصد مصر، الأردن مع فلسطين طبعا، والسعودية بالتأكيد، وتركيا وكل من يهم الأمر، للضغط على الإدارة الأمريكية للوصول بالفعل إلى وقف هذا العدوان. أشكرك شكرا جزيلا محمد الحوراني القيادي في حركة فتح من رام الله.